الآن نطلب باش يرجعوا لي بناتي وباش يعطيوني شهادات نتاعهم تاع الولادة. السلام عليكم، أنا وداد براهمي، 28 سنة، جزائرية متزوجة مع أردني، عايشين في دولة الكويت موظفين. لم نرزق بأطفال منذ 6 سنوات. في 2021 الحمد لله درنا تلقيح أنابيب، والحمد لله نجحت العملية وحملت بالتوأم تاعي. بعد 5 شهور ونصف من الحمل قررت باش ننزل للجزائر باش نولد. حجزت تذكرة وركبت طائرة عادي، كان عندي ترانزيت بإسطنبول ساعتين، بعدها نكمل للجزائر. لكن للأسف من وأنا بالطائرة من الكويت إلى إسطنبول جاتني حالة المخاض تبع الولادة. وصول الطائرة مطار إسطنبول نزلوني ودوني في الإسعاف، ودوني للمستشفى. كنت 24 أسبوع من الحمل، ولدت التوأم تاعي الحمد لله ومرت العملية على خير. التوأم حطوهم في الخداش، عندهم الآن 2 شهر وهم في الخداش. صدمة جاتنا قوية أنه المستشفى طلب منا 33,000 دولار. المبلغ هذا بزاف كبير علينا، ما قدرناش عليه. المفاجأة أنهم قالوا لي إذا ما كيش راح تسلكي المبلغ هذا وما تحتاجيش بناتك، الحكومة التركية راح تتكفل بالبنات وراح تديهم منك. أنا كانت عليا صدمة، يعني كانت صدمة بزاف صعيبة عليا. ديجا كانت البنت وحدة كانت محتاجة دم، يعني وأنا في بلد غريب ما نعرف الهضرة تاعهم، ما نعرف البلد، ما نعرف وقت. الآن أنا مازالني في إسطنبول وبناتي مازالهم في السبيطار عندهم، يعني في المستشفى. جا راجلي قبل يومين، رحنا للمستشفى باش يعطيونا شهادة ولا تقرير باللي البنات هذو نولدوا في يعني نولدوا عندهم في المستشفى باش نروحوا نقيدوهم في البلدية. للأسف ما حبوش يمدوا لنا ولا إثبات، يعني ما عندي ولا إثبات. كل ما نروحوا عندهم يحاوزونا من السبيطار، يعني يقولوا لنا برا برا برا، يحاوزونا. نطلب من الآن نطلب باش يرجعوا لي بناتي وباش يعطيوني شهادات نتاعهم تاع الولادة، وباش يعني نقصوا لي المبلغ هذا بزاف عليا ما نقدرش عليه، ويعطيوني اثباتات بلي بناتي راهم عندهم في المستشفى، لانهم بغاو ينحيوا لي بناتي. وانا بناتي هذو جاو بعد 6 سنوات من الانتظار وانا ما نقدرش نتخلى عليهم. بغيتهم يرجعوا لي بناتي وبغيت نسافر نرجع لداري ونرجع لبلادي.